السيد شوقي اجانا محام بهاء التضريبات. الملف نتاع السي العربي الريش سائق القطار اللي كانت فيه الفاجعه، مر بزاف المراحل من خلال الدفعات الاوليه والدفعات الشكليه اللي ترتها الهيئه الدفاع امام المحكمه واللي ضمتها الجوهر. كان الهدف ديالنا الاساسي هو التبرئه ديالو، وكذلك كان الهدف الاساسي هو انه يتمتع فاش يكون متابع يتمتع بالصلاح، لانه هذا هو الاصل. الاصل انه كل متهم بريء حتى تثبت الادانه ديالو بشي وسيله من الوسائل القانونيه. تعطل هذا الشيء لمده 5 شهور، ماشي تعطل هكاك عبثا، لانه كانت مجموعه الاجراءات فيها استدعاءات نتاع مجموعه الاطراف مسؤولين في السكك الحديديه، خبرات معينه، ترجمه معينه، بمعنى كان من الناحيه الاجرائيه كان ضروري داك التاخيرات. وكنا كنلحوا في كل مره بتمتيعه بالصلاح المؤقت او انه يتابع ويتحاكم وهو حر طالق، لانه هذا هو الاصل. لانه ممكن محكمه الاستئناف، لانه الملف غنستانفوه بطبيعه الحال، ممكن انه يتبع في حاله الصلاح، ممكن محكمه الاستئناف تصرح بالبراءه ديالو. لكن حنا ما غناقشوش الجوهر نتاع الدوسي، لانه الجوهر الدوسي يعني الحيثيه الحكم ما ممكن نناقشوها الا من بعد ما ناخذ النسخه ديال الحكم، وما غناقشوهاش مع العموم، غناقشوها مع القضاء، لانه هذا حكم قضائي يحترم كيفما كان نوعه. اللي جميل في الحكم هو انه حكم على المتهم بما قضى، وانه خرج عند وليداته، تمتع بالحريه اولا، هذا مكتسب بالاضافه لمجموعه المكتسبات حققها له السيد القاضي. بالتالي محاكمته راه كانت محاكمه عادله، تحترمت فيها الشروط المحاكمه العادله وجميع الاجراءات اللي كانت. كان كيجلس في القاعه كيعطيه القاضي كرسي على اساس يجلس، كان في حاله اعتقال، ارتاح راي القاضي انه يبقى في حاله اعتقال. هذاك رايه يحترم. حنا فاش كنقولوا ودي ما عجبناش هذا القرار نستأنفوه، غنستأنف بطبيعه الحال، غنستأنفوه باش نناقشوا مع محكمه الاستئناف الدفعات اللي ناقشناها في الابتدائيه، ونشوفوا محكمه الاستئناف التي تتكون من 3 قضاة كذلك، نشوفوا رايها. ما عجبناش محكمه الاستئناف غنمشيو محكمه النقد. بمعنى اخر انه لحد الان المكتسب اللي جميل هو انه حر طليق. اما بالنسبه للمراحل المحاكمه، تقريبا جميع الدفعات اللي كنا كنتقدموا بها كهيئه الدفاع كانت كتستجب لها المحكمه، تمتع باريحيه كبيره لا هو للدفاع ديالو. بمعنى اخر كنا كنشدوا وقتنا كبير في المناقشه نتاع الملف، فبالتالي هذا اللي ممكن نقول. الاجواء المحاكمه اللي كان فيها مشحون هو كونه كان معتقل فقط. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.